هاي. جرائد الفضائحية أو تابلويدز منتشرة بشكل كبير بالعالم، خاصة بالولايات المتحدة الأمريكية. بيعود تاريخ الجرائد الفضائحية بصورتها المعاصرة لمنتصف 1800، تحديداً سنة 1830، لما بدأ عدد من الجرائد الأمريكية مثل The Sun أو The New York Herald يركزوا أكثر على المواضيع يلي بتهم الناس على حساب السياسة. طريقة الكتابة فيها كانت تختلف. من بعدها دخلت الجرائد بمرحلة الصحافة الصفراء، واشتهرت هون The New York Journal American بنشر الأخبار المبالغة والكذب لجذب القراء. مين قال إنه تسمية الصحافة الصفراء بتعود للقسم الكوميدي بجريدة New York World يلي كانت تتضمن شخصية اسمها The Yellow Kid، الطفل الأصفر؟ أنا قال، شوفكم بكرة.